من امتى وانت بتتعاطى؟ من قريب أوي، بس عايز أرجع زي الأول بسرعة يا دكتور. الحقيقة إن العلاج في الأول والآخر بيعتمد على المريض نفسه، وطالما أنت عندك استعداد إنك تتعالج هتخف وبأسرع وقت. مستعد أعمل أي حاجة يا دكتور، بس أرجع زي الأول. طيب ممكن تليفون حد من إخواتك؟ أنا وحيد. طيب المدام، الأصدقاء، الأولاد؟ معيش حد. طيب أنا هرجع لك تاني. أهلا وسهلا يا سيدي. الو، ايوه جيبي. والله جيبي، انا متشكر جدا على اللي حصل ده. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، وعايزك ما تزعلش مني من اي كلام يعني صدر مني. ماشي يا جيبي، ماشي، مع السلامه. ابني حبيبي، كفاره كفاره يا ابني، كفاره يا روحي، كفاره يا حبيبي. ده انا ما نمتش طول الليل، عيني ما نشفتش، قلبي كان واكلني عليك. عامل ايه يا اخويا؟ انت كويس؟ كويس. طب اطلع اطلع فوق كده، تشطف، ورش وشك بشويه ميه، واعمل لك دكر بط يرم عظمك. يلا حبيبي. سلامتك يا ابني، النبي دي عين عين علم الحارة اللي مش طايقة روحها دي. اتفضلي اقعدي سريع. اللي هتعمليه ده انا مش موافقة عليه. انا مش عايزاه. حاسة اني كل ما هبص في وشه هفتكر كل اللي حصل لي. اسمعي مني، انت ما بتعمليش حاجه غلط، انت كنت متجوزه ومتجوزه رسمي كمان، صدقيني هتندمي. انت معايا ولا مش معايا؟ بصي انا ممكن اعمل لك كل اللي انت عايزاه ومن غير ولا كلمه، بس لو انت ما تهمنيش. في مالك؟ زي ما يكون اللي هنزله ده ابنك انت مش ابننا. في ايه يا شوق؟ عشان عملت كده قبلك وندمانه لحد دلوقتي، وحاسه اني قتلته، وكل يوم بحلم بيه، كل يوم بحس بيه وبشوفه قدام عينيا وهو بيصرخ وبيبعد عني وانا بقتله بايديا. كل يوم بسمع صوته وصرخاته في ودني. طب انت عارفه انا بشرب الهباب اللي باخده دوت ليه؟ عشان ما اسمعش صوته، عشان ما اسمعش صرخاته. اوعي تفتكري الحكايه سهله يا ميره. بصي سيبيه يجي للحياه، ما تعرفيش الحياه مخبيه لنا بكره ايه، مش يمكن بكره احسن؟ بس انا حاسه ان الدنيا ضيقه قوي. ضيقه دلوقتي بس بكره يمكن تبقى احسن. انت اللي بتقولي كده؟ انا لما جيت هنا كان حالي اصعب من حالك بكتير، بس انا ما لقيتش حد يقف جنبي. على الاقل انت لقيتيني واقفه جنبك، لكن انا كنت بنام في الشارع
لحد ما البرد كلت جدتي. وانت كده احسن؟ كنت احسن، بس اللي ما فهمتوش اللي ممكن اعمل ايه وممكن ما اعملش ايه. هو ديكي شايفه، هو ده حالي، بس انا لازم اعمل كل اللي في دماغي. انا مش بقول لك كده عشان تعملي ايه وما تعمليش ايه، اللي انت عايزه اعمليه. بس صدقيني بكره هتندمي وهتفقدي احساسك بالدنيا. براحتك يا ميرا. مين اللي هيجي دلوقتي بس؟ ايه ده؟ يا ساتر، هما مش هيسيبونا في حالنا. في ايه يا ماما؟ بتزعلي ليه؟ ازيك يا احمد؟ انا عرفت انك خرجت فقلت لازم اجي اشوفك. انت وقفت جنبي يا احمد وانا قلت لازم اجي اطمن عليك بنفسي. كتر خيرك يا ايتي، انت كويسه؟ اه تمام الحمد لله. انت كويسه؟ لا لا يا اخويا، قتلت اوضه. لا هيعملوا لها ايه؟ زفه ولا هيقعدوها في سويد؟ ماما ما يصحش كده، خشي انت جوه دلوقتي. يا ابني عملت ايه ده؟ اتفضلي. أنا آسف، معلش ما تزعليش منها أنت. لا لا مش مشكلة، مش مشكلة خالص. أنا فهمت شخصيتها لما جت امبارح. جت امبارح؟ جت امبارح فين؟ جت لنا وكانت منهارة عشانك، كانت عايزانا نعمل أي حاجة عشان نساعدك تخرج من اللي أنت فيه. اتفضلي تعالي. لا لا أنا همشي، هسيبك تستريح. لا تمشي إيه؟ لا أنا عايز أتكلم معاكي. تعالي اتفضلي. تعالي نقعد هنا. انت متضايق باين على شكلك. طبعا بص يا احمد، لو كنت متضايق من اللي حصل فانا بقول لك كبر دماغك، بس أنا عايز أعرف هما ليه خدوك؟ عايز تعرفي؟ يا ريت. خدوني عشان أنا طلعت غبي. كنت فاكر نفسي أذكى إنسان في الدنيا، بس للأسف طلعت أغبى إنسان في الدنيا. لا مش فاهم. أفهمك، أنا فكرت نفسي كبرت، فكرت نفسي وصلت اللي أنا عايزه، لكن للأسف كنت محتاج قرصة ودني كده عشان تفوقني. لا معلش فهمني، أصل الكلام اللي أنت بتقوله ده ليه معاني كتير. كتير بس له معاني كبيرة، وكبيرة قوي. أحمد أنت وصلت لحد فين؟ خلي بالك أنا كنت في عالم الموضة ده، وعالم الموضة مش موضوع فساتين وفاشن وديزاينز وألوان، ده أكبر من كده بكتير. مش فاهم يعني عايزة تقولي إيه. عالم المال يا أحمد، المال. اوعى تفتكر إن الناس دي في حد فيهم بعيد عن التاني، أو إن ممكن مثلاً حد جديد يجي يدخل وسطيهم من غير ما يمر عليهم ويكونوا موافقين عليه. الفلوس الكتير والمليارات دي بتلف وتدور في دايرة مقفولة، مش ممكن حد يقتحم الدايرة دي غير لو هم عايزينه أو محتاجين له. غريبة، أنت بتقولي نفس الكلام اللي أنا سمعته. يبقى أنا كده فهمت. فهمتي إيه؟ أنت دخلت عالم المال، بقى عندك شركة كبيرة ورأس مالك عدى الحدود المسموح بيها، وطالما عدى الحدود دي يبقى أنت لازم تفهم كويس قوي إن اللي حصل ده حصل عشان اللي بيدير رأس المال قرر يدخلك وسطهم لأنهم محتاجين لك. محتاجين ليه؟ وهيكونوا محتاجين ليه في إيه؟ في حد في الدايرة دي هيقع،
واللي هيقع ده هيسيب فراغ مكانه، ولازم حد يجي يسد الفراغ ده. وبدل بقى ما يجي لهم حد جديد هم مش عايزينه أو غير مرغوب فيه، يبقى الحل الصح إن هم يختاروا البديل بنفسهم. يعني إحنا عاملين زي قطعة الشطرنج بالظبط، يحركونا زي ما هم عايزين. مشكلة إن اللي بيحركني ده لا أنا عارفه ولا شفته قبل كده. بس هي دي الحقيقة. ما تعرفي إيه تاني يا أيتن؟ لا أنا ما أعرفش أي حاجة غير اللي قلتها لك. أبو كرمة عايز حضرتك. أبو كرمة خليه يدخل. هاتوا معايا السرير، هاتوا السرير التاني بسرعة. أنا الصياد زي ما بيقولوا. بمعنى؟ دايماً بيبقى في بدائل للناس اللي ممكن تخرج من الدايرة، والبديل ده لازم يتم إعداده صح. وأحمد بقى كان من البدائل دي من ساعة ما قرر إنه يبقى صاحب شركة. على فكرة مش من السهل إن أنت تخش بنك وتطلب قرض كده بسهولة وتبقى صاحب شركة وهمية من غير ما تترصد. كل ده كان معمول حسابه. عايز اقول لك حاجه يا احمد بيه، في ناس يهمها ان انت تبقى موجود. يعني انا مجرد لعبه في ايد ناس ما اعرفهاش؟ مش بالظبط. لا هي كده. هما مين الناس دول يا ابو كرمة؟ ايه استعبط بقى وقول ما تعرفهمش. انا ما اعرفش غير اللي طلب مني ان انا ابقى وراك ومعاك. وجيه من ساعة ما طلبت منه إن أنت تبقى صاحب حزب سياسي. وكان دوره إيه بالظبط؟ وجيه ده العين اللي بترصد كل حاجة في البلد، واللي بيه نقدر نقول هنعمل إيه وما نعملش إيه. وجيه شبكة علاقات متنقلة ملهاش نهاية، وتم اختياره بناءً على علاقتك بيه. طب وأحمد بقى كان المفروض يبقى بديل لمين؟ باينة وواضحة طبعًا. عزت هو في غيره مش كده ولا ايه؟ هي دي الحقيقة. طبعا صح، عزت كبر قوي وبقى خطر. بس عزت غير احمد. احمد ينفع يضحك عليه بكلمتين يتسجد عشان ينفذ لهم اللي هم عايزينه، انما عزت لا، عزت بقى زيه زيهم، عرف حاجات أكتر من اللازم، فلوسهم كلها معاه، مصالحهم هو اللي بيقضيها، ما
يقدروش طبعا يتخلصوا منه قبل ما يضمنوا ان كل حاجه رجعت زي الاول واكتر، ولا ايه؟ الحقيقه السؤال المهم دلوقتي، ازاي هيتخلصوا من عزت؟ ومين اللي هيلبس البدله بتاعت عزت؟ طبعا ما فيش غيري، احمد. احمد نسهل له كل حاجه، نخليه ياخد قرض من البنك بطريقه غير شرعيه، تحسسه انه كبر، كبر قوي، ندخله في سكه ما يعرفش يخرج منها مهما حصل، سكه، سكه اللي يروح ما يرجعش، نعيشه مع ناس يبقى عارف انه لما يحط ايده في ايديهم انه خلاص بقى منهم، ما يقدرش يخرج. الخروج معناه الموت، وعشان احمد يفهم ده كويس وهيستوعبه يبقى نمشي له ليلته، بس بحذر، نرصد كل تحركاته، كل حاجه عملتها محسوبه عليا ومحسوبه ضدي، سهل جدا يتقبض عليا في اي لحظه، اي لحظه. نصاب، نصب على البنك وخد منهم قرض بطريقه غير مشروعه، عملت شركه وهميه، مش كده وبس، دي شركه موجوده بالفعل، يعني ممكن صاحبها يطلع في اي لحظه يتهمني بان انا خدت اسم شركته وسودت سمعتها. ده غير تجاره المخدرات وتهريب الترامادول والتجارة في أدوية مش مرخصة، يعني أنا لو حسبت على الكلام ده كله مش أقل من إعدام، أقل واجب. إنما طبعا بقى عشان أقدر أحافظ على نفسي واسمي وسمعتي وكياني ومحدش يقدر يقرب لي، لازم أقول حاضر، لازم أسمع الكلام. في الحالة دي بس أبقى غني، غني أوي، فوق ما أنا كنت متخيل، أبقى فوق الجبل، ويمكن أعلى كمان، بس بشرط أفضل أقول حاضر، عشان لو قلت لأ هترمي من فوق الجبل، وهقع على جدور رقبتي ومحدش يسأل فيا. مين يا أبو كرم؟ مين ورا اللعبة القذرة دي؟ مين اللي ورا كل ده يا أبو كرم؟ إيه ده يا أحمد؟ مش مين؟ إيه ده بقول لك؟ أنت فاكر إن أنا أعرف أكتر من اللي أنت تعرفه؟ أنت بدل ما تطلع روحك في إيدي! إيه ده بقول لك؟ صدقوا يا أحمد، صدقوا، واضح إنه فعلاً ما يعرفش أكتر من اللي هو قاله. كذاب! إيه ده بقول لك؟ لو كان يعرف ما كانش ده بقى حاله، ما كانتش دي بقت شغلته. كذاب، كذاب، ابو كرم يعرف كل حاجه. اطلع بدل ما تطلع روحك في ايديا. نزل ايدك يا احمد. سيبه يا احمد. اهدى يا احمد، اهدى، مش كده. خلاص يا ابو كرم، تقدر تمشي انت دلوقتي. اوكي ماشي يا ابو حميد، سلام. مش مصدق نفسي، مش مصدق. تصدق او ما تصدقش يا احمد، هو ده الواقع اللي انت بقيت فيه، والحاجه الوحيده الصح اللي ممكن تعملها انك تواجه الواقع ده. ازاي اواجهه؟ ازاي اتعامل مع الناس دي؟ ازاي؟ انك تبقى فوق يا احمد، ولما تبقى فوق مفيش اي حد هيقدر يوقعك، عشان مفيش اي حد هيقدر يوصل لك اصلا يا احمد. قمر سيدنا النبي قمر.
أحلى واحدة في الدنيا كلها. بس بطل افرد ويسر. مش قادر استوعب اللي بيحصل لي ده وقتي. مش قادر. اللي بيحصل لك ده حاجه كويسه قوي على فكره. احسن ما تبقى موهوم وفاكر نفسك فوق وكبير. على فكره المهم انك تبقى كبير فعلا. وانا نفسي قايت انا بقى كبير ومش عارف. كل حاجه في ايد عزه. انت عارفه معنى الكلام اللي قاله ابو كرم جاي. احنا مش هنعمل اللي هو قال عليه. صحيح هما شدوا ودنك عشان تسمع الكلام، بس احنا بقى مش هنعند وننشف دماغنا. فك وشك انت بس وانا هبقى اقول لك تعمل ايه. المفاجأة الحلوة دي مش معقول. أنا قلت عشان أنت تعبان فمش هتقدر تتحرك كتير. أي حد في الدنيا ممكن أتأخر عليه إلا أنت. تعالي اقعدي. لا خد بالك بقى يا مدحت، أنا ما باكلش من الكلام ده خالص. أستاذ مدحت ما بيقولش كلام في الهوا يا أنسة منى. قالوا إيه؟ أستاذ مدحت خليك في حالك يا ريت. ممكن الإحراج ده؟ ممكن تستناني بره شوية؟ لا ده إحراج رسمي كده يا جماعة. بتعطي ليه دلوقتي؟ مش كنت اتجوزت البت نجلاء؟ بص زي القمر ازاي؟ اتجوز نجلاء؟ ماشي يا عم. مش دول برضه اللي انت كنت مقطعهم وما بتحبهمش دلوقتي بقوا حلوين ها؟ انا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مقطع مين دول؟ ولاد اخويا، حته من قلبي، حته من كبدي. انا اقول عليهم كده؟ انت هتغني يا امه، انت هتغني. انا قلت لك ما تتجوزش نجلاء؟ خلاص يبقى انت اللي غلطان وانا اللي صح. أهلاً. أهلاً. الحمد لله. ازيك عامله ايه؟ شرفت الدنيا كلها. ايه شكرا. كويس؟ الحمد لله.